واحد بيقول انا اريد ان اصبح كاهنا حبا في الكهنوت وانا شاب فماذا افعل؟ ما تنطش على القمة مرة واحدة، لازم تمشي تدريج واحدة واحدة واحدة. تبتدي تخدم في الكنيسة وخدمتك تنمو شوية بشوية لغاية لما هم يحسوا بفايدتك فيرشحوك للخدمة. لكن انت تقول انا ابقى كاهن ما تنفعش يا ابني، لازم هم اللي يرشحوك. ويرشحوك ازاي؟ لما يحسوا بانك انت خادم تصلح انك تبقى قسيس.